وقدموا لنا تحدي يعني في انتم واش عندكم بالحقيقه وبالتاريخ وحنا واش عندنا بالحقيقه والتاريخ. اما المهاترات والمهايطه هذه التيك توكيه ولا واصلا معروفه لما تذكر دوله المغرب تذكرها بناتها مش برجالها. انتم احقر من تطاول على 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 الشهداء، وانتم الشعب الوحيد والجنس الوحيد على وجه المعموره حتى السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كالعادة يتابعون أخبارنا أكثر منا. هنالك أطراف أو بعض الفئة من الشعب جيران يتابعون أخبار الجزائر أكثر من الجزائريين ذاتهم. بعد تدشين جامع الجزائر الأعظم وإقامة أول صلاة جمعة به، الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الجزائر، مغربي مغربيات ومغربي ومغاربة شنوا حملة لتشويه هذا المعلم الإسلامي، شنوا حملة كبيرة لضرب صورة الجزائر وصورة المجتمع المسلم الجزائري. مغربي يتطاول على الجامع الكبير للجزائر اللي هو الجامع الأعظم، أكبر ثالث جامع في العالم، بكلمات دانية ما نقدرش نصف هذه الكلمات أكثر من ما مما وصفتها بكلمات دانية وبذيئة، ما نقدرش نحطها لكم في الفيديو لأن كاين كبار في السن يشاهدونا وعائلات والحمد لله. ولكن جاءه الرد من جزائرية حرة ابنة الشهداء وابنة الأحرار، سمعوا مع بعض واش قالت هذه الجزائرية. اللي هي الدليل انه ما عندكم حتى تاريخ، انكم باش يكون عندكم تاريخ لازم تسرقوه من الجزائر باش يكون عندكم تاريخ. يعني الدولة اللي ما عندها ولا دويلة، انا يعتبر راني عطيت لكم حجم لما قلت دولة، لو تركزوا مع الفقر اللي عندكم. اذا تجون نتقارنوا احنا مثلا لو يجيكم يكونوا نقدموا الناس اللي احنا الناس اللي تعرف ما شاء الله تبارك الرحمن سواء اعلاميين ولا صحفيين ولا الناس المثقفه اللي عندنا، وجيبوا لهذا السنايب وسليبي على قول سوري في الكلمه هذا، انا والله صدق اقسم بالله ما نعرف اسماءهم الحقيقيه اللي كيفاش ينطقوها لاني انا نهائيا ما نتابعهمش. راهي تتكلم على الصحفيين المراركه اللي راهم يظلوا يشوهوا في تاريخ الجزائر وفي معالم التاريخيه للجزائر. منار سليمي اللي معروف عن جزائر بسليبي، وأبرنوس وفروحي وكذا وكذا وكذا، بعض الإعلاميين اللي والله العظيم ما نعطيهم اسم إعلامي هادو، وقدموا لنا تحدي يعني في انتم واش عندكم بالحقيقه وبالتاريخ وحنا واش عندنا بالحقيقه والتاريخ. اما المهاترات والمهايطه هذه التيك توكيه ولا واصلا معروفه لما تذكر دوله المغرب تذكرها بناتها مش برجالها، بناتها اللي هما يعني اللي مقدمين يعني كما قال الواحد، قال لهم واحد مغربي راكم مشرفينا. طب مشرفينهم في الفنادق وكل شيء، اللهم لا شماته والله يسر عليهم وعلينا وعلى الجميع. اللهم آمين، اللهم يحفظ بلادنا يا رب. الجزائر تبني في المساجد وعند البعض يهدمون فيها، شفناها بعيننا. الجزائر تبني لأولادها في المساكن وفي في العمارات وتسكن فيهم، والبعض يشردوا فيهم ويخرجوا فيهم ديورهم. يجي شخص يقول لهم أنا هذه أرضي، يخرجها منها ويعطيها له، وهذا الشخص غير مغربي انتوما تعرفوا اصلا. يعني باش تجوا تقارنوا نفسكم بدولة بحجم قارة اللي هي الجزائر وما ادراك ما الجزائر، صراحة راكم في تحدي فاشل فاشل فاشل. وانا والله مرات انا نقول حتى نصيحة الاخوان الجزائريين، لو احنا نترفعوا شوي على مستوى، لان نحس نفسي انه نحطوا نفسنا من مستواهم، يعني والله العظيم انه تنزيل مستوى مش من مستوانا. هم مستواهم مازالوا مساكين في العاصمة يدوروا بالعز الله للموجودين بالح، ناس جاهلة، ناس الأمية، ناس مش مثقفة، ناس سوري يعني إذا تكلموك يتكلموك بس بالجزء السفلي، هذه هي ثقافتهم، هذا هو الشيء اللي عندهم، يعني ما عندهم فكر، ما عندهم إنتاج، ما عندهم ولا شيء.
يعني يوم تجيب لك وحدة تجيب لك أجنبي يشكر بلدها يشكر بلدها وراء إنها أقول سوري يعني اعتذاري لأولاد بلادي والناس المحترمين تسمعهم وراء نومتها معاه في فندق يعني يقوم يشكر والله دولتكم حلوة وراء يعني مش لأنها صدق هذا هو الكلام. المهم الله يحفظ بلادنا والله يحفظ رئيسنا الرئيس عبد المجيد تبون فخامة الرئيس عبد المجيد تبون ويخليه تاج على راسنا وقراراته الصائبة وبلادنا الحمد لله طالعة مش نازلة وإن شاء الله الله يشغلهم بنفسهم. وشكرا بزاف خويا أمين. الحمد لله الحمد لله واللهم آمين. الله يحفظ بلادنا والله يحفظ رجال الوطن سواء الحاليين والقادمين سواء الحاليين أو القادمين. ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله. وهذه الجزائرية الحرة أقول لك من هذا المنبر كفيتي ووفيتي كفيتي ووفيتي. شكرا لي موجودين الله يحفظكم تصبحوا على خير. ربي يحفظك أختي ليلى. شكرا جزيلا على مداخلتك. الله يحفظك. شكرا شكرا. شفت واحد السيد يعني سبحان الله على صحانة الوجه يعني مسمي نفسه استغفر الله مسمي نفسه جماجم يعني هذا الناس يعني التاريخ راح يسجلها بانه انتم احقر من تطاول على 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 الشهداء وانتم الشعب الوحيد والجنس الوحيد على وجه المعموره حتى الاسرائيليين ذات نفسهم اللي نكن لهم عداء وربما مش ربما كما يقولوا الكتاب نتاعهم والصحفيين نتاعهم يقولوا انه الشعب الجزائري هو اكثر شعوب على الارض كراهيه لنا يقولوها مع عمرهم ولا تجرؤوا ولا طعنوا في الثوره التحريريه ومع عمرهم ولا سخروا من شهدائنا ولا عمرهم ولا تحدثوا عن شيء اسمه جماجم. انتم الشعب الوحيد في العالم الوحيد في العالم. والله أنا لم أرى من قبل لم يسبق لي وأن رأيت أي جنس آخر من غير مغاربة يسبوا في الشهداء ويسبوا في الثورة شفتها غير عندهم كي يبغي يعاير جزائريين يجبد لهم شهداء علاه الله أعلم ما فهمتش. مع العلم أن كاين أساليب كثيرة باش تعاير لكن هما اللي يدخل الشهداء يعني نكرهك عيني عينك. فهل هناك دنو وحقارة أكثر من أنك تتحدث عن شخص هو حي عند ربه يرزق في 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 في, في الجنة؟ هل هناك دناءة وانحطاط وانحلال وتفكك أخلاقي أكثر من أنك تسخر من الشهداء؟ هل هناك جرم فظيع فظيع انك تكون يوم يبعثون تكون خصيم يكون خصيمك هو شهيد؟ قسما بآيات الرحمن لا غرابة في ذلك لانه فقد شيء لا يعطيه يعني بلاد ما فيها ولا شهيد. انتم كارثة حرفيا حرفيا انتم كارثة يعني انتم الدولة الوحيدة في العالم اللي ما عندها ولا شهيد ما حاربتوش انتم مشغول هكذا تخلقتوا هكذا شغل حتى تلقاوكم الناس طلعوا شغل كما عشبة ضارة حتى تلقاي امها طلعت لك في الشجرة تشوفوا ما كانش. انتم الشعب الوحيد اللي ما عنده ولا شهيد. صدق القول هذا الاعلامي القدير الجزائري امين مليط حين قال انتم عشبة ضارة عندها الحق. العشبة الضارة تتغفل عليها تلقاها ناضت في تنوض في شجرة تنوض لك في حيط تنوض لك كما الطحالب. المهم الجزائر تبني وتتقدم وتزدهر وانتم قعدوا تعسوا هذه هي. من يسب جامع الجزائر فكأنه سب ربي سبحانه لأن ذلك بيت من بيوت الله عز وجل ومن بنى لله مسجدا بنى له الله مسجدا في الجنة هذه هي. وهذاك بيت الله بناه له الجزائريون الأحرار ومحسوب على كل الجزائريين الأحرار. تحية الجزائر والمجد والخلد لشهدائنا الأبرار. سلام عليكم.